لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بتزامن مع تصريحات عبد المهدي بشأن منع أي قوة مسلحة من العمل خارج إطار القوات الحكومية، ما مدى قدرة وصلاحيات عبد المهدي لتحجيم النفوذ الإيراني ممثلا في الميليشيات والفصائل المسلحة؟ يعني أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه ولا يستطيع تنفيذ مثل هذه القرارات، وهي مجرد للإعلام والاستهلاك المحلي. السيد عادل عبد المهدي عاجز عن مواجهة هذه الميليشيات والنفوذ الإيراني والأمريكي في العراق، فأعتقد يعني هو لا يستطيع تنفيذ ما يقوله. كيف تفسر بالمقابل أيضا كان هناك تصريح للفياض بأن الحشد غير مسؤول عن أي قوة غير رسمية؟ هذا كلام يعني متناقض، الحشد غير مسؤول عن أي قوة غير رسمية، يعني وتصريحات قادة القوات الأمنية في كثير من الحوادث تشير على أنه تتهم الحشد وميليشياته في هذه الحوادث. ثم لماذا عندما تخرج القوات الأمنية لمحاسبة هؤلاء الكل تتبناهم؟ لدينا مشكلة في المؤسسة الأمنية، هناك وزارة الدفاع، هناك داخلية، وهناك قوات خارج هذه المنظومتين، فبالتالي هذه القوات اللي خارج المنظومتين هي جزء من البرلمان وجزء من الحكومة وجزء من أحزابها الرئيسية. جميع هذه المؤسسات تدافع عن هؤلاء، فنحن أمام جريمة مركبة وأمام خلط للأوراق للعمل الأمني في العراق، فيبقى هكذا إلى أن يتمكن ويكون الحشد هو أكبر من القوات الأمنية ويضاف إليه شيء من القداسة وإلى آخره. حقيقة نحن أمام مشكلة كبيرة جدا معقدة في المؤسسات الأمنية العراقية اللي عاجزة عن إيقاف مثل هذه التجاوزات. نعم. على المواطن العراقي. أستاذ حسين، ما هي أسباب ودوافع تبرئة ميليشيات الحشد ونفي مسؤوليتها عن التجاوزات والانتهاكات المرتكبة في هذا الوقت بالذات؟ هذا بالدوافع طائفية، وعندما تصبح الأمور أكيد راح يتبنون يعني قضية الطائفية ليس إلا وقضية حزبية بنفس الوقت، يعني إضافة للطائفة هناك أحزاب داخل هذه الطائفة لديها أجنحة، جمعوا هذه الأجنحة لتقوم بمثل هذه الأفعال، فلا بد أن يكون لها مبررات. بينما لو يقوم أي عسكري مستقل من وزارة الدفاع أو الداخلية نجد أنه القوات الحكومية مباشرة تعتقله وتحاسبه وتعلن أمام الملأ، لكنها عاجزة أن تعلن أحد أمثال هؤلاء أمام الملأ، وبدليل أنه الرائد البصري الذي قام بواجبه اتجاه الشخص المعمم، المرء اعتقل وعلى الملأ ومن ثم بره، وأنا عادة اعتقاله وهو أيضا ضابط ولديه يعني حصانة كرتبة عسكرية، لكن أمام هؤلاء الدولة عاجزة لأنهم هم جزء من الدولة. لهذا السبب لا نأتي بمن هو المشكلة لنطالبه بالحل، هؤلاء لن يكونوا جزءا من حل المشكلة العراقية. وفقا لتقرير صادر عن مركز دراسات الاستراتيجية والدولية، فإن إيران تستخدم الميليشيات للسيطرة على المنطقة ككل، كيف تقيم التفاعل الإقليمي والدولي حيال تطلعات إيران وبسط نفوذها في المنطقة؟ يا سيدتي والله هذا التقرير مضحك، لا داعي لمثل هذه التقارير. المواطن العراقي البسيط البسيط جدا يدرك أن هذه الميليشيات تستخدمها إيران لمشروعها الطائفي التوسعي بدون مركز دراسات وبدون استراتيجية وبدون أكاديمية وبدون أي بحوث. الأمور واضحة وضوح العين أمام المواطن العراقي وأمام العالم العربي، معلوم جدا هذه التصرفات. لهذا السبب لا نتعب نفسنا بالبحوث على هذه القضية، واضحة جدا للمواطن العراقي والعالم العربي، معروفة اليوم أن العراق القوات الأمنية بدأت تتغول على القوات الأمنية نفسها وليس على لأن لديها أجنحة سياسية تحميها، فهذه هي المشكلة اللي ذكرتها فيها. فبدون أي مراكز أبحاث وتعب نفسها، نحن العراقيين ندرك ما يجري في الساحة العراقية. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.